الكوسه كده خلصنا منها. تعالوا نشوفوا مع بعض مقادير فطيره اللحمه بالشوفان، هنعملها مع بعض ازاي. ازاي يا شيف اكل صحي وفطيره؟ تعالوا نشوفوا المكونات بتاعه الاكله ونبحثها مع بعض ونقدر ان احنا نشوف تفاصيلها. شوفان، حبوب الشوفان كامله معانا. معانا لحم مفروم الدسامه فيه قليله، النظافه اهم حاجه. معانا بصل وتوم، زيت زيتون يا عم الشيف في المقادير، وملح وفلفل. والمقادير على الشاشه تقدر تصورها بتليفونك او تكتبيها ورايا. حلو قوي. اول حاجه اللحمه المفرومه بخلطها، بجهزها. حلو، مع بعض كده واحده واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي اللحمه المفرومه، نشيل الورده دي الحلوه دي، بهديها لسجده، ورده حمراء هي سجده مني. ومعانا اللحمه المفرومه الحلوه دي كده، بننزل بقى هنا اهي، لو ملاحظين نسبه الدسامه قليله. بنحط على اللحمه المفرومه دي يا عم الشيف بصلايه ناعمه زي ما كان اهي، وشويه ثوم زي الفل. الخضره بتاعتنا بقدونس، كل ده يا شيف. ركزوا معايا في الموضوع ده، مهم جدا. شويه روزماري حلوين كده في المقادير، معلقه دقيق صغيره في المقادير. امشي على الطريقه بتاعتي دي كده هتعجبك قوي على فكره. معلقه دقيق صغيره في المقادير اهو. البهارات بتاعتنا ملح فلفل، والملح دايما ملح سكر، بتعملي اكل صحي دايما خليه بالسالب ما تكتريش. حابه تحط شويه بابريكا، بابريكا حلوه على فكره اهي، شوية كركم مفيد، الكبد، كل البهارات دي زي الفل يا عم الشيف. حلو قوي. عندي بياض بيضة، بفصله كده واخد بياض بيضة في المقادير دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بالراحة كده. ليه بياض بيضة يا شيف؟ عشان اللحمة دي ما تكشش مني. ناخد كمان بياض بيضة عشان دي كمية اللحمة، عايزة كمان واحدة. التركاية دي مهمة جدا على فكرة، وجود بياض بيضة في المقادير ما يخليش اللحمة تكش منك. الصفار ده ما يترميش، تستخدميه استخدامات كتيرة قوي، في طبع عجة، في عمل كيكة زي ما انت عايزة. بناخد الخليط ده زي ما هو كده بإيدينا اهو، ونقلبه كويس. تاني عملت ايه يا شيف؟ اللحمة، معلقة دقيق صغيرة، حطيت بقدونس، حطيت بصل ناعم، ثوم، البهارات بتاعتنا حسب شهيتك يعني، ملح وفلفل، بابريكا، عايزه تحط حبهان حطي. كل ده مع بعضه. خلونا ناخد بعضينا، سيبوني اعجن اللحمه دي مع بعض كده عشان لازم ان هي تتخلط كويس. مش هنضربها على كبه ولا على مفرمه، احنا نعجنها بايدينا كده. ونجهز الشوفان، والتركيه الاخيره لعمل فطيرة اللحم بالشوفان هنشوفها بعد الفاصل، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. للتركاية المغازي، الشوفان يا شيف مغازي ما فيهوش الياف. طب انا عايز اعمله فطيرة، اعمله ازاي؟ بنستفيد طبعا بالشوفان المطحون الناعم، معلقتين، ومعلقتين من الدقيق. تاني، معلقتين من الشوفان المطحون مع معلقتين دقيق، بنقلبهم مع رقائق الشوفان اللي انا عايز احسها واتلمسها وانا باكل الفطيره بتاعتي. وانزل بالبهارات بتاعتنا على الخلطه الحلوه دي كده، نفس تقريبا البهارات اللي نزلت بيها باللحمه، ملح وفلفل، شويه بابريكا زي الفل، ونقلبهم على الدقيق. حلوه. ونستعين بمعلقتين من زيت الزيتون. لما نقول حقوق الطبع لدينا وبس، مش من فراغ، دي خبره طهويه، رؤية، فن، إبداع. بنقلب دول مع بعض، وأنا بقلب كده المزيج ده كده، أتأكد إن الشوفان شرب التوابل، شرب معلتين زيت الزيتون بالشكل ده كده. شوفان مطحون، معلقتين من الدقيق، مع رقائق الشوفان اللي بتتباع في أي سوبر ماركت، شايفين إزاي أهو. بقى عند الخليط ده استعين هنا بشويه ميه
مش مية سخنة، مية عادية، ونقلب كده اهو، نلم الخليط ده زي ما هو كده، كأنك بتعملي تشيز كيك. ايه هو التشيز كيك؟ بنطحن البسكويت، بننزل عليه ببشرة ليمون وزبدة طرية، ونعجن العجينة بتاعت البسكويت نفس الفكرة اه، بس طبعا بدل ما نحط زبدة عشان ما نتفهمش ان احنا حد ما يكونش متابعنا من البداية، انا حطيت مية اه، شايف الخلطة اه، عايز اشيقشاء مية كده على ايدي، على ايدي بس خلاص آه. ونقلب كده اه تمام. هتعمل ايه يا عم الشيف؟ هشيل كل ده، هناخد الشوفان ده كده اهو. ايه الشطاره دي؟ ايه الشطاره؟ بيقول لي الكبه بالصينيه، ايه اللي عرفك انت بالكبه بالصينيه؟ انت طباخ شاطر بقى. الكبه بالصينيه بتتعمل كده اه، برغل ناعم، لحمه مفرومه، يمتحنوا في الكبه، ياخدوا البهارات العربيه، بعد ما بتتقلب كلها مع بعضيها بنعملها بنفس الشكل ده، طبقتين بينهم لحمه مفرومه وشويه صنوبر. نفرد العجينه كده ونحط هنا ده كده، صينيه الكنافه، صينيه البسبوسه اللي ما استخدمتهمش من رمضان اهو. شفت عجينه الشوفان دي اهي، واخد العجينه دي كده احطها هنا كده. حلو قوي، سؤال حلو مخرجنا، قال لك خبز الشوفان لازم الشوفان هنا ينطحن ناعم بودر، لانه طبعا الشوفان مفيد جدا وقيمته الغذائيه عاليه جدا، وبياخد عادي شويه بيكنج باودر، ما بياخدش خميره، وبتعجن بميه عادي وزيت زيتون نفس الطريقه، بس الشوفان هنا يكون مطحون. وده طبعا مفيد جدا للناس اللي هي عندها مشكله مع ماده الجيلاتين اللي موجوده في الدقيق، استخدموا دي الشعير، دي الشوفان، دي الرز، الحاجات دي كويسه آه. كده الفطيره بتاعتي زي الفل اهي، كده بنعمل بيتزا. هشيل دي من هنا ونيجي للحمه المفرومه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ شويه زيت كده على الرخامه على البلانشه بتاعتي بالشكل ده كده، تعلم الفكره دي هتعجبك، هتريحك في حاجات كتيره اهو. وناخد حته اللحمه المفرومه بتاعتنا، نشيلها بالراحة كده ونحطها تاني، ما خدش باله من الأول ياخد باله من التاني اه. حتة لحم مفرومة كده اه، نفردها هنا كده. تغليفة الزيت دي بتساعدك في إن اللحمة تتفرد، ما تمسكش في البلانشة، ما تسيبش آثار في البلانشة، وتتشال معاك كده بكل سهولة. حط هنا في الآخر بنوصلهم ببعض، كل دول هيخشوا الفرن دلوقتي في درجة حرارة 180، كأنك بتخبزي بيتزا. لما نقول حقوق الطبع لدينا وبس، مش من فراغ، ناخدها كده اه، نفس القصة. تعلمي الحركات دي هتعجبك قوي في المطبخ اه، تخليكي كده عندك ثقة في نفسك وزي الفل. ما عندكيش ورقة زبدة، هو المفروض على ورقة زبدة، بس أنا عملتها على البلانش عادي. حته اللحمه دي اخدها اه، خساره، افرتها كده اه، وافرتها كده، اللهم صل على النبي، وسعها هنا بالتساوي. اهم حاجه وجود بياض البيضه مع معلقات الدقيق مع التوابل اللي انا حطيتها مع اللحمه، ده بيساعد طبعا على عدم الانكماش للفطيره بتاعتك. اللحمه المفرومه مش هتكش منك طبعا، بنعملها بالشكل ده كده بقى، نتدخل بالسكينه عشان نعمل شكل حلو كده اهو، الاطراف دي لازم. انا بيسرني الكلام الحلو على فكره، مشاعر وطبعا احاسيس، ان انا طول الليل اذاكر وطول الليل افكر، لان ما تعرفوش حضراتكم المجهود اللي انا باخده علشان اعمل حاجه جديده غير اللي انتم متعودين تشوفوها. ده مجهود كبير على فكره،
مش من فراغ يعني. اصعب حاجه ان انا هعمل ايه بكره؟ انا بهدلك الصينيه الحلوه دي يا حوده. على فين يا شيف؟ اوبا، درجه حراره الفرن عندي 180، وقولوا معايا بصوت عالي كده: حقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى. ايه الصوره الحلوه دي يا شفيق؟ يلا استاذ المصورين حبايبي، فرسان التلفزيون المصري، اه مكانها هنا زي الفل. نشوف اللحمه بتاعتنا في الفرن اخبارها ايه، نطلعها مع بعض جاهزه. آه. انا عايز قبل ما نعمل اي حاجه تنظيم وقتك، وزي ما انا شغال كده ده مطلوب منك في المطبخ على فكره. تلاحظ ان انا اهتميت، سبت الخلاط باللي فيه وفتحت الفرن، كبت اللي تحت فوق واللي فوق طلعته اللي هي الجبنه مع الكوسه علشان اكسب وقت من البرنامج. انت بقى طبعا انت في المطبخ في البيت ما عندكيش مخرج ولا عندك استاذ رحاب علشان يقول لنا وقتنا خلص قدامك دقيقتين ثلاثه. انتوا لو واقفين مكاني هنا والله هتسيب المطبخ وتجري بره بالوقت اللي انا بسمعه هنا، ولكن جوزك مستعجلك، ولادك مستعجلينك وعايزين نخرج، عايزين نزور بابي مامي، طبيعي بديل للمخرج يعني. هتعملي ايه؟ تنظمي وقتك في المطبخ ووقفتك في المطبخ وترتيبك للمطبخ، ايه اللي اتحط في الفرن، ايه قبل ايه، ده مهم جدا على فكره عشان ما توقفيش في المطبخ وقت كبير على الفاضي وانتاجك يبقى قليل، ده مهم جدا. هنطلع اللحمه بتاعتنا مع الشوفان. صلى على الحبيب. هو ده، الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ده شفت اللحمه؟ لحمه عايزه تهرب من الشوفان، تقول ايه اللي جابني هنا؟ اهي. لا ده انا بص انا عايز الفها كده. اهي. هو ما تخافش يا استاذ ايهاب، زي ما الباشمهندس ايهاب زي ما قلت لك الرخامه هتبوظ. اهي اهي اهي. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ شويه بقدونس. الشوفان مستوي، اللحمه في قلب الصينيه، شكلها جميل، الشوفان شرب من الجوسي بتاع اللحمه والبهريز بتاع اللحمه. حريص ان انا احطها نيه، البعض ممكن يقول لك نسوي اللحمه، لا تتعمل بنفس الشكل ده كده، ده مهم جدا على فكره. بنقطعها بقى زي ما انت عايزه، زي البسبوسه زي الكنافه تقدميها لاولادك، الجبنه بتاعتنا مع الكوسه، طبق السلطه الخضراء بتاعتنا دايما متواجد معانا كل يوم بطعم تاني، مره فيها بصل، مره فيها زعتر، مره فيها زيت زيتون، مره بالثوم، مره من غير ثوم، وهكذا. مطبخ النهارده مطبخ صحي، وزي ما قلت لحضراتكم احنا مش بنعمل الاكل الصحي القاسي اللي ممكن ولادنا ما ياكلوش منه، لا كل افراد الاسره تاكل منه. بنعمل عمليه بحث كده جوه الاكله، عمليه ان احنا نشوف مكوناتها ايه، الماتيريال بتاعها ايه، بدايه من البصله والتومه للماده الدهنيه، ونهرب من الحاجه اللي ممكن تؤدي لوزن زياده، لكوليسترول زياده، فيها دهون زياده، ونستفيد بيها ونستغلها او ان احنا نستبدلها بحاجات ثانيه خالص. زي عصير الطماطم فوائده كتير قوي، موضوع ان انا اعرف فوائد الطماطم سهل جدا على فكره دلوقتي، كبسه زر على التليفون تعرفي كل فوائد الطماطم ومشاكلها. معانا لها مشاكل طبعا مع مريض اي كان ظروفها، معانا الكوسه بتاعتنا مع الجبنه، معانا الصينيه الجميله الحلوه، ولكن حقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. رؤيه فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.